قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع. قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع. تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق حكايا الأطفال وصلتنا عبر الأجيال. صندوق حكايا الأقوام تنفع في صقل الأفهام. قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع. تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. إن ذكر الله نعم تصلي، لا تنسى الذكر مع العمل. والله يكافئ بالنصر من يهب النية لله. قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع. تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق حكايا الإنسان في كل مكان وزمان. الشر حليف الشيطان والخير بهدي الرحمن. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. صندوق الحكايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأطفال، يحكى أنه في قديم الزمان كانت هناك امرأة عجوز تعيش في قرية صغيرة وديعة تقع على ضفة نهر صغير رقراق، وكانت تعيش معها في كوخها المتواضع بناتها الثلاث، سوسن التي على وشك الزواج، ورغد المتزوجة والتي يبحث زوجها عن عمل، ومنال التي سيتزوجها خطيبها في بداية فصل الربيع إن شاء الله تعالى. وكانت هذه العجوز تحس بسعادة غامرة بوجود بناتها الثلاث من حولها. أمه، ستعيشين معي عندما يجد زوجي عملا. لا، بل ستعيشين معي بعد أن أتزوج عما قريب. بل ستعيش معي عندما أتزوج في الربيع. لا، بل معي أنا. سأبقى هنا. وجاء خطيب سوسن ليخبر الأم بعزمه على الزواج. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمتي، أنهينا مستلزمات الزواج. على بركة الله. الزفاف غدا إن شاء الله، وسنقيم حفلا ندعو إليه كل الأصدقاء إن شاء الله. سعدت سوسن بالخبر الذي زفه إليها خطيبها. وفي اليوم التالي، مبارك يا شهوات، مبارك يا عيش حياة السعيدة. الحمد لله. مسكينة أمي، لابد أنها افتقدت سوسن. أجل. جاء زوجي. فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك عمتي؟ بخير، طمني، هل وجدت عملا؟ نعم عمتي، ولكنه في قرية بعيدة وقد اضطر للرحيل مع زوجتي. بحفظ الله ورعايته. لا تقلقي يا عمتي، سنزورك كلما سنحت الظروف لنا، مع أن القرية التي أعمل بها بعيدة. سأشتاق لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. برعاية الله يا ابنتي. بأمان الله. الحمد لله، أخيرا وجدت عملا ويمكننا أن نكون أسرة يا زوجتي العزيزة. أنا سعيدة. وبعد أن غادرت سوسن وزوجها إلى القرية الجديدة، بقيت الأم مع ابنتها منال وحيدتين. موعد زواجك يقترب.
لا تذكريني بهذا يا أمي. من الآن قلقة عليك، ولا أستطيع أن أتصور الوحدة التي ستعانين منها. لا عليك، إنها سنة الله في خلقه، وأنا لن أعيش للأبد. لا تقولي هذا يا أمي، أطل الله في عمرك. سأقوم بزيارتكن إن شاء الله، وألعب مع أحفادي، وسيكون هذا شيئا رائعا، لا تقلقي. إنها تمطر، لنعد إلى البيت قبل أن تصابي بالبرد. هيا. نزل المطر مبكرا هذا العام، الحمد لله. أمضت العجوز شتاء قاسيا، لقد زادت عليها أعباء المنزل بعد مغادرة ابنتيها مع زوجيهما، وأصابها الضعف والهزال. وغدا ستغادر ابنتها الصغرى والأخيرة في رعاية الله إلى زوجها الذي اضطر لاصطحابها معه إلى قريته البعيدة، بعكس أختيها اللتين تسكنان في قريتين قريبتين. بحفظ الله ورعايته. اطمئني، سأهتم بها جيدا. اعتني بنفسك. أطيعي زوجك وحافظي على بيتك. أمي، السلام عليكم. وعليكم السلام. برعاية الله، لا تنسي وصيتي. زوجك وبيتك مع السلامة. أمي، أحبك يا أمي. يا ابنة العزيزة، الحقي بزوجك. هيا. وغادرت منال هي الأخرى مع زوجها إلى قريته البعيدة، وبقيت أمها وحيدة. أنت تحرس البيت والحديقة، وأنا أتولى شؤون المنزل. بدأت الأم العجوز تعاني من الملل والضجر والإرهاق الشديد، ولم تعد تعمل في حديقتها مثلما كانت تعمل من قبل، كما أنها لا تستطيع النوم بسبب وحدتها واشتداد المرض عليها، إذ إنها تمضي معظم الليل ساهرة وقلقة. وفي صباح أحد الأيام اتكلت على الله لزيارة بناتها الثلاث. هذا هو البيت. ثروتي تزداد يا زوجتي، الذهب يزداد وسأجعله يزداد أكثر. هناك من يقرع الباب. ابنتي، لقد اشتقت إليك وجئت لزيارتك. أهلا وسهلا يا أمي. أرجو أن تكون حياتك سعيدة مع زوجك. لا بأس. لم تنجبي بعد؟ سوسن تعالي. قادمة؟ لا تخف يا زوجي العزيز، هذه أنا. حالتها ممتازة وهذا يسعدني. لماذا لم تسلم على أمي؟ سنعطيها كل ما ترغب. لم تأتي لهذا. ولماذا جاءت إذن؟ جاءت لزيارتي، لقد قالت لي ذلك. لا يهمني ماذا قالت، قد لا أكون مستعدا لاستقبالها. أمي لا تحب أن تثقل على أحد، حتى على بناتها. هذا عندما تكون في بيتها، هي ليس في بيتي. لا ترفع صوتك، قد تسمع. وماذا لو سمعت؟ أنا لا أهتم لها. إنها أمي، وهذا بيتي، وأفعل فيه ما أشاء. أرجوك لا تغضب. لن أفسد على ابنتي حياتها. تسللت العجوز خارجة من البيت دون علم ابنتها، حتى لا يكون بقاؤها سببا في حدوث شقاق بين ابنتها وزوجها، فهي لم تكن تعلم أنه يحب المال ويحرص عليه كل هذا الحرص. وقررت أن تزور ابنتها الثانية، داعية الله عز وجل أن يكون حالها أفضل. انهض يا زوجي. ماذا هناك؟
لقد جاءت أمي لزيارتنا. استقبليها أنت، أنا محموم وأريد أن أرتاح. أرجوك، الحمى تمنعك من استقبالها، هيا قم. رأسي يكاد أن ينفجر. ألا تريد رؤية أمي؟ ليس قبل أن أحطم رأس من طردوني من العمل. كيف أقابلها وليس لي عمل أعتش منه؟ لا تزيدي من استيائه، شدة وتزول إن شاء الله. أذريه يا أمي. لا بأس، ابنك جميل. ما هو اسمه؟ حسام، ما رأيك به؟ قولي. ما شاء الله، حفظه الله لك. أخبريني، ما هي أحوالكم؟ ما بالك؟ أنت لست على ما يرام. ماذا هناك؟ إنه طيب القلب يا أمي، ولكنه عصبي المزاج ويختلف مع أصحاب العمل، فلا يستمر في عمله. والآن ماذا أفعل ونحن نعاني من الفقر ولدي طفل؟ تفاءلي، فالأبناء يخففون مشاق الحياة. تجملي بالصبر، اعتني بطفلك وزوجك يا بنيتي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أمي، في أمان الله. اطمأنت الأم العجوز على حالة ابنتها الثانية رغد، ودعت الله عز وجل من كل قلبها أن يجد زوج ابنتها عملا يستمر فيه، وأن يخفف من حدة مزاج زوج ابنتها العصبي وغضبه الذي يستثار بسهولة، وأن يتحمل مشاق العمل لأجل ابنه ليوفر أسباب العيش له ولأمه أيضا. أرهقني البرد والمرض، أرجو من الله أن أتمكن من الاطمئنان على ابنتي الأخيرة منال العزيزة. يا رب ساعدني ومنحني القوة يا الله. لقد وصلنا. هل تشعرين بالبرد؟ أنا قلقة على أمي، كانت مريضة، كيف أصبحت؟ عندما يتوقف الثلج سنزورها إن شاء الله وسنشتري لها هدية. لا عليك، اقترضت مبلغا من أحد أصدقائي، والرزق على الله. أسمع صوتا خارج البيت. ربما صوت الريح، من سيكون باعتقادك؟ لا أحد في الخارج. اعتقدت أني سمعت شيئا. بعد أن تنتهي العاصفة بإذن الله سنذهب لزيارة أمك، هل أنت راضية؟ بارك الله فيك يا زوجي. الحمد لله الذي ملأ بيت ابنتي وزوجها بالمودة والرحمة والسكينة. هذا ما يهمني، أن تكون ابنتي وزوجها راضيين قانعين، وأن يتوكلا على الله في شؤون رزقهما وحياتهما. عادت العجوز بعد أن اطمأنت على أوضاع بناتها الثلاث، رغم أن كل منهن تختلف عن الأخرى في علاقتها مع زوجها وفي مستوى معيشتها، ولكنها ومن خلال خبرتها في الحياة تعرف أنه ما من عسر إلا وبعده يسر. كانت ترغب في رؤية منال، ولكنها لم تكن مهتمة برؤيتها بقدر رغبتها في الاطمئنان عليها، لذا عادت وقد استشرى بها المرض والإجهاد، إضافة إلى البرد القارس الذي نخر عظامها، ولم تعد تقوى على السير والحركة حتى توفاها الله سبحانه وتعالى، وهي راضية مطمئنة على فلذات كبدها بناتها الثلاث. بقي ذكرى هذه الأم الطيبة مثالا للتضحية التي يجب أن تتصف بها كل أم وأب وأخ وذي رحم نحو أقربائه وذويه، طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. إلى الأم المكرمة من الرحمن والرسل، أدين لها بتربيتي بسامي الخلق والمثل. إلى الأم المكرمة من الرحمن والرسل، أدين لها بتربيتي بسامي الخلق والمثل. لحب الخير ترشدهم وللإيمان تنصحهم،
فقلب الأم لا يرتاح تريد لهم عظيم الفلاح. هي الأم المكرمة تحن لهم إذا بعدوا فيدفو عينها النوم وتنطر كي يجيء غدو لعل الفجر يرتسم فقلب الأم لا يرتاح إلى أن يشرق النصب. هي الأم المكرمة إلى الأم المكرمة من الرحمن والرسل أدين لها بتربيتي بسامي الخلق والمثل. لحب الخير ترشدهم وللإيمان تنصحهم فقلب الأم لا يرتاح تريد لهم عظيم الفلاح. هي الأم المكرمة تحملت المشاقات تراقبهم إذا كبروا فكم روت الحكايات ليسمو الفهم والفكر فقلب الأم لا يرتاح لو شيب عليهم لا. هي الأم المكرمة إلى الأم المكرمة من الرحمن والرسل أدين لها بتربيتي بسامي الخلق والمثل. لحب الخير ترشدهم وللإيمان تنصحهم فقلب الأم لا يرتاح تريد لهم عظيم الفلاح. هي الأم المكرمة دعت بخشوع عبادي لترعى الله أولادي وتجعل دربهم سهلا ونورك فوقهم هادي وزد بتقاهم أهلا بتقوى الله من زادي. هي الأم المكرمة هي الأم المكرمة. أعزائي الأطفال، يحكى أنه في قديم الزمان وعلى قمة جبل مرتفع كان هناك كنز مدفون تحت شجرة توت قرب كهف موحش يسكنه ذئب مفترس. وفي البلدة المجاورة لذلك الكهف كان السكان يعلمون بهذا السر، لكن لم يجرؤ أحد على أن يصل إلى ذلك الكهف لاستخراج الكنز لأن الوصول إلى المكان صعب جدا، فالعواصف مستمرة والثلوج تحيط بالكهف من كل مكان. وذات يوم قرر رجل يدعى كساب أن يذهب لاستخراج ذلك الكنز. أوشكت أن أصل. هل تعتقد أن استخراج الكنز سهل جدا يا كساب؟ إنه ليس سهلا. لقد قيل لي إن الكنز مدفون في أعلى قمة الجبل ولكن الوصول إليه صعب جدا. لا أحد يستطيع العودة سالما لأن المكان محاط بالثلوج وتكثر فيه العواصف الشديدة. ومع ذلك سأذهب لاستخراج الكنز. لقد تعبت. Oh!
هل هذا هو الكهف المخصوب؟ إنه مخيف جدا. سأتفقد المكان. أدهشتني أيها الرجل، أنت الوحيد الذي استطاع أن يصل إلى هذا المكان، وهذا يثبت لي بأنك شجاع. لماذا جئت إلى هنا؟ جئت لاستخراج الكنز، فأنا رجل فقير وبحاجة ماسة إليه. ثم إن الكنز لا يفيدك بشيء. أرجو، قلت إنه لا يفيدني بشيء، وهل يفيدك؟ أجل. إذن اسمعني جيدا أيها الشاب. سأجعلك تستخرج الكنز، ولكن بشرط واحد، فهل توافق عليه؟ طالما سأستخرج الكنز فأنا موافق على شرطك أيها الذئب الحنون. الحنون. نعم، ولكن أرجوك أن تبتعد عني قليلا، فأنت تخيفني كثيرا. اسمع شرطي. حسنا حسنا، ما هو؟ هل أنت مستعد لتنفيذه كما أطلب منك؟ إذن اسمعني أيها الشاب، شرطي بسيط، وهو أن لا تخبر أحدا بأنك قابلتني في هذا المكان ومهما كانت الأسباب. أنا موافق، واعد بأنني لن أخبر أحدا. إذن في العام القادم تأتي لتأخذ الكنز، وإن نكثت بوعدك لي فسوف أهاجم بيتك. تذكر، إياك وأن تنسى، إياك وأن تفصح بأي زلة لسان. الوعد وعد. نعم. التون، شجرة التون، الكنز تحتها. سأستخرجه بعد عام ولن أنكث بوعدي للذئب. الحمد لله، الحمد لله. أعزائي الأطفال، لقد أعجب الذئب الشرس بشجاعة كساب وتصميمه على الوصول إلى هذا المكان، لهذا اشترط عليه ألا يخبر أحدا عن وجوده طوال عام كامل ولحين استخراج الكنز. فإن حفظ كساب السر ولم ينكث بوعده للذئب كسب الكنز وانتصر عليه، وإن نكث بوعده خسر الكنز وانتصر الذئب وهاجم بيته. ترى هل يستطيع كساب أن يلتزم بوعده للذئب ويمسك لسانه عن هذا الموضوع؟ تابعونا. انتبه للمحراث يا كساب، إنك تحرث الصخور أحيانا. منذ عودته الفاشلة في بحثه عن الكنز وهو ليس كعادته، ماذا حدث له؟ ماذا لو عاد والكنز بين يديه؟ هل سيبقى يعمل حراثا لدي؟ لا أدري من منكم سيعمل حراثا لدي بعد أن أستخرج الكنز وأصبح ثريا. جزاك الله خيرا يا بني على اهتمامك بي. هذا واجبي، تفضلي. اكتفيت والحمد لله. أنت لم تأكل بعد، كل أنت. كلي هذه فقط لأجل خاطرك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أتعبت نفسك بإعداد الطعام يا زوجة ابني الطيبة، أطعمني زوجك الكثير. مهما قدمنا لك يا عمتي في هذا قليل، فأنت والدة زوجي واحترامك واجب علينا جميعا. يا لك من زوجة مخلصة، إنني أعتز بك. أجل أنت كذلك. لم يعد كساب يعمل كما كان في السابق منتظرا انقضاء الفترة المحددة لاستخراج الكنز، واستغرب أهل البلدة تقاعسه عن العمل، فقد دخل فصل الشتاء ولم يوفر المؤونة لبيته معتمدا على كنزه الذي لم يستخرجه بعد. بني، دخل فصل الشتاء ومخزون الغذاء لم يعد يكفينا، وأنا قلقة عليك وعلى عائلتك. ابدأ من صباح الغد بجمع الحطب وبيعه. لابد أن تعمل، وإلا واجهنا شتاء قاسيا هذا العام. كساب انتظر، لا تذهب لجمع الحطب اليوم، بل اذهب إلى السوق وبع هذا. خذ واشتري ما يلزمنا من المؤونة. ما هذا؟ إنه كيس يحتوي على مجوهراتي. ماذا؟ ادخرتها ليوم كهذا، وثمنها يمكن أن يلبي حاجاتنا. مجوهراتك؟
لا يا زوجتي، إنها حقك ولا يجوز أن أبيعها. أسمح لك أن تبيعها عن طيب خاطر. انفرجت أساليب كساب بعد أن باع مجوهرات زوجته واشترى ما يلزم البيت من مؤونة، ولكن ماذا عساه أن يفعل بعد ذلك؟ أراك مسترخيا، قم وابحث عن عمل. وما حاجتي للعمل؟ اشتريت لك كل شيء. عاد إلى كسله. مضى الوقت وكساب يعتمد على جواهر زوجته في شراء ما يحتاجون، حتى نفذت الجواهر وبدأت المؤونة توشك على النفاد، وبدأ قلق الزوجة على طفلها الصغير يزداد أكثر وأكثر. ماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري. زوجتي تقول إن جواهرها نفدت، وأعتقد أنها لا زالت تحتفظ ببعض منها. سأجعلها تشفق على حالي. قلت لك لم أجد عملا. والحل؟ أعطني بقية الجواهر. عزيزي، لقد قمت بواجبي نحوك، ولكنك اعتمدت على هذا كليا ولم تقم أنت بواجبك نحوي. كل ما في الأمر أنني لم أجد عملا. هل تريدين أن أتسول؟ كيف تتسول وأنت في كامل صحتك وعافيتك؟ تدبر أمرك وقم بزراعة حقلك الذي أهملته منذ مدة. أنت على حق، سأبدأ بالعمل غدا إن شاء الله. حدني. أعدك. عمل كساب بنصيحة زوجته وبدأ يزرع في حقله، ولكنه كان يعمل على مطب، فالذي أجبره على ذلك ما وصل إليه حالهم من فاقة وعوز. لكنه لم ينس كل هذه المدة الكنز المدفون تحت شجرة التوت. واقترب موعد استخراج الكنز، وكساب محافظ كل هذه المدة على الشرط بينه وبين الذئب في ألا يخبر أحدا بمكان لقائهما ولأي سبب. ترى هل سيلتزم كساب بالوعد الذي قطعه للذئب؟ غدا سأصبح ثريا. ماذا قلت؟ هل أنت مستيقظ أم نائم؟ بل في كامل يقظتي، سأصبح ثريا. وكيف ذلك؟ أتذكرين عندما ذهبت في العام الماضي لاستخراج ذلك الكنز؟ وصلت إلى ذلك الكهف الموحش عن طريق الصدفة، حيث خرج علي ذئب اشترط علي لأخذ الكنز المدفون تحت شجرة التوت ألا أخبر أحدا بمكان لقائنا. ماذا قلت؟ اشترط ألا تخبر أحدا؟ لا تقاطعيني، دعيني أكمل كلامي. كان شرطه ألا أخبر أحدا ولأي سبب، وإذا نكثت بالعهد سيهاجم الذئب بيتي، وأنا قبلت بذلك، وغدا سأستخرج الكنز. أنت لا تدرك ماذا فعلت الآن. أهربي. سأنجو بطفلي. هيا بسرعة. نكثت بالوعد. ما كان يجب أن تخبرني؟ ألم يشترط عليك ألا تخبر أحدا مهما كانت الأسباب؟ أسرعي بالذهاب إلى بيت أمي، اختبئي هناك إلى أن نطرد الذئب. يا أهل القرية، يا أهل القرية، ساعدوني، الذئب سيهاجم بيتي. يا أهل القرية ساعدوني، الذئب سيهاجم بيتي. يا أهل القرية ساعدوني. الذنب ذنبي، لقد نكثت بوعدي وبغفلة من أمري. ما الذي فعلته؟ ماذا جرى لي؟ ماذا حدث؟ كان يجب أن أكون أكثر يقظة وأحافظ على وعدي. النجدة. وهكذا خسر كساب الكنز بعد أن أوشك أن يناله جزاء نكثه بالعهد والوعد الذي قطعه على نفسه. ولذا يجب علينا أن نلتزم بعهودنا ووعودنا للآخرين، وألا نفرط بها مهما كانت الأسباب. إن وفاء الوعد علامة.
علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، إن وفاء الوعد علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، لا تنكث العهد أو تخلف الوعد، فمن يمد يدا يرى بك سندا، فكن له مددا، فكن له مددا، إن وفاء الوعد علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، حافظ على السر من زلة تسري، وأنت لا تدري فالسهو قد يجري، وليس من عذري، وليس من عذري، إن وفاء الوعد علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، الله أعطانا عقلا لنا زانا، حمدا لمولانا فاشكر عطيته، الله أعطانا عقلا لنا زانا، حمدا لمولانا فاشكر عطيته، إن وفاء الوعد علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، واحفظ به السر ووكل الأمر لربنا فهو يرى، واطلب معونته، واحفظ به السر ووكل الأمر لربنا فهو يرى، واطلب معونته، إن وفاء الوعد علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، إن وفاء الوعد علامة للسعد، علامة للسعد، وطعمه كالشهد، وطعمه كالشهد، ثوابه يجري لآخر الدهر، لآخر الدهر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر، فاحرص على الأمر. أعزائي الأطفال، يحكى أن مدينة هادئة آمنة احتلها رجل شرير وسلب أموالها وخيراتها واحتجز عمدتها الطيبة رهينة في قلعته، لكن السكان لم يستسلموا، وبدأ فريق منهم في مقاومته واتخذوا مكانا حصينا ينطلقون منه لمقارعته. هيا أسرع أكثر. وكان أهل المدينة لا يتوانون عن مد يد المساعدة لهم خلسة، وخاصة في الليل اجتنابا لظلم أعوان ذلك الشرير. مهما طال الزمن لا يمكن أن يستمر الظلم والبغي، سأوصل المؤونة للذين يقاومون الظالم. أحد أعوانه. توقف، أمسكت معك. رجال مدينتك أيها العمدة الطيب لا زالوا يمدون يد العون لمن يقاوموننا. لا أعرف عنهم شيئا. لا أعرف أنا سجينك. طبعا. استولينا على الكثير من ممتلكاتهم. هذا قليل. جشع. اللهم رد كيده إلى نحره. أنا بخدمتك أيها القائد. أين تفكر؟ ماذا يجول بخاطره يا ترى؟ اسمع ما سأقول، جد لي طريقة للقضاء على هؤلاء الذين لم تطلهم يدي، جدهم قبل أن تزداد قوتهم أكثر فأكثر. بدأت أضيق بهم وبك ذرعا. تحرك. هيا ارحلوا أيها الأشرار، ارحلوا عن مدينتنا. بدأت مقاومة أهل المدينة توقع بالظالم الشرير الخسار، فأهل المدينة يدافعون عن مدينتهم وأهلهم وحقوقهم بكل إيمان وقوة وصبر،
وبدأ الظالم الشرير يشعر بازدياد الخطر عليه. أيها القائد، أيها القائد، وجدت حلا للذين أخلقوا راحتك، وجدت طريقة ناجعة. قل. نحرق بعض بيوتهم وبعض مزارعهم، وسترى كيف يدب الرعب في قلوب أهل المدينة وفي قلوب الذين يقاومونك، وسترى كيف يستسلمون. هيا نفذ. لا تفعل ذلك أيها الشرير الظالم. الله منجنا من ظلمه. لقد اقتربت نهاية المدينة يا أيها الظالم. لا نرسل كي لا تقاومونا. لن تنجحوا حتى لو حرقوا ديارنا وأنتم الدخلاء. ستلون منا المزيد. تنجح الخطة بحرق البيوت، ولم يستسلم أهل المدينة، بل ازدادوا تصميما على الصمود والثبات. فاستشاط الشرير غضبا ومضى في خطته التي وضعها معاونه البغيض، أما جيشه وأعوانه فقد دب الخوف والرعب في نفوسهم. أحرقوا المزارع، هيا. تحرك جيش الشرير على مضض وخوف، متوقعا ظهور رجال المدينة الذين لا يتوانون في الدفاع عن مدينتهم. وما إن سار الجيش المترهل لمسافة قصيرة حتى حدث ما لم يكن في الحسبان. سبحان الله، إنها تمطر. سبحان الله، فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تتلبد سماء المدينة بالغيوم المحملة بالأمطار الغزيرة، وتمنع اشتعال المحاصيل استجابة لدعوات أهل المدينة الصادقة. أيها المعاون البغيض، إذا استمر صمود أهل المدينة هكذا وزادت هجمات المقاومين، فسأجعلك أنت أول من يتلقى العقاب. أيها القائد، لدي خطة. إن لم تكن محكمة فسأجلدك بالصوت حتى تنتفخ، وأقذف بك من فوق القلعة. فهمت أيها القائد. كان معاون الشرير لا يقل خبثا وظلما عن قائده، فقد أوعز لأحد مساعديه لتدريب كلاب متوحشة على التقاط كل ما يقذف به رجال المقاومة على الشرير وجنوده من قذائف وسهام، بل وقام هذا المدرب بتدريبها على تعقب رجال المدينة الأبطال واللحاق بهم في أماكن تحصنهم. فهو الذي يقترح على قائده دائما كيفية إرغام أهل المدينة على الخنوع، وهو الذي يخطط للإيقاع برجال المدينة الذين تعهدوا بطرد هؤلاء الغزاة الأشرار الذين لا يألون جهدا في سلب ونهب مقدرات مدينتهم وإرغام أهلها على التعاون معهم. لكن كلما كان المعاون يقترح على قائده أسلوبا آخر من أساليب الظلم والاستبداد، كان أهل المدينة يزدادون صلابة في الدفاع عن مدينتهم. قمت باستعراض رائع، هيا بنا. أنت متأكد من نجاح كلابك هذه في مهمتها الصعبة القادمة؟ أنت شاهدت بأم عينيك كيف كانت تعمل كما أطلب منها، هل تحب أن تتأكد ثانية؟ ولدي أشرس أيضا. سأبدأ بهذه أولا، سأرى ما ستفعله بأهل المدينة المتمردين. ستسر هذه المرة. كيف؟ هذا الرجل هو المفاجأة. لقد درب كلابا متوحشة جدا، ستفترس من قد مضاجعنا. جاهز. إذن هيا ابدأ العمل، ماذا تنتظران؟ هيا. اللهم احمنا منهم ونجنا من شرورهم. لم يترك الشرير ومعاونه طريقة لقهر أهل المدينة ورجالها الذين نهضوا لمقاومة بقائهم في مدينتهم إلا واستنفدوها، فقد لجأ إلى طريقة تجاوزت كل الطرق التي سبقتها من حيث عدم احترام إنسانيتهم وحقهم في العيش الكريم في مدينتهم الآمنة. فهم يطلقون عليهم الكلاب المتوحشة المدربة والتي بدأت تبحث عن رجال المدينة الذين كرسوا أنفسهم لمقاومة هذا المحتل الغاز الظالم، ولكنهم كانوا له ولمعاونه ولكلابه المدربة بالمرصاد، فقد كانوا على استعداد لمقاومة ظلمه.
فها هم رجال المدينة يطلقون على هذه الكلاب نيرانهم لتصيبها فتهوي صريعة. أوشكت أن أصدقك بأنك تستطيع إخمادة من يعارضني ويقاومني من أهل المدينة بالكلاب المدربة. أغرب عن وجهي. لم أستعمل كلابي الأكثر شراسة. افعل أنت ومعاوني ما تشاء، ولكن بئس النصر الذي يعتمد عليكما وعلى الكلاب. ارحلوا عن مدينتنا. أدرك أهل المدينة أن الشرير ومعاونه على وشك أن يستنفذوا آخر وسائلهم للسيطرة على المدينة وأهلها، فها هي كلابهم الأكثر شراسة تلاقي من رجال المقاومة نيرانا أكثر لظا وفتكا. كان الشرير جالسا في قلعته ينتظر أن تتحقق مآربه، إلا أن كل شراسة تلك الكلاب لم تجد نفعا أمام زخات نيران أهل المدينة التي أهلكتها وأردتها قتيلة. بعد أن استنفدت كل عبقريتك الجوفاء وفشلت في استخدامك للكلاب المتوحشة، أتوقع منك أن تقترح علي أن أستخدم القطط والفئران. لقد علقت مدرب الكلاب من قدميه على سور القلعة، ماذا ستفعل بي أنا؟ سأجرك خلف حصاني وأنا راحل عن المدينة. أدرك الشرير أن كل وسائل القسوة حتى اللا إنسانية منها لم تنفع، وأنه سيلاقي مصيرا يشبه مصير كل من ظلموا وتجبروا من قبله. فأهل المدينة الطيبون صبروا على ظلمه وظلم معاونه اللذين لم يتركا وسيلة لإذلالهم واستسلامهم إلا واستخدموها، وكان لهم في صبر عمدتهم الرجل الطيب الحكيم قدوة احتذوا بها حتى النهاية، واستطاعوا بمعاونة مقاومة رجال المدينة أن يمنعوا هذا الشرير من أن يتمادى في شره وأن يجبروه على الخروج من مدينتهم بلا رجعة. وعادت المدينة ترفل بثياب الطمأنينة والسلام والمحبة، وعاد الربيع مرة أخرى ليفرش بساطا أخضر جميلا زاهيا، وحلقت الطيور من جديد في سماء المدينة الطيبة، وتفتحت الأزهار والورود لتملأ الأرجاء بعبقها الشذي. احتل الظالم بلدتنا، احتل الظالم، انسل بساعات الظلمة، احتل الظالم، احتل الظالم بلدتنا، احتل الظالم، انسل بساعات الظلمة، احتل الظالم، وسب الأشرار مدينتنا أثناء الغفوة والعتمة، وسب الأشرار مدينتنا أثناء الغفوة والعتمة. هيا كي نشحذ همتنا ونعيد بهاء مدينتنا، قد آن أوان الأجيال ليذودوا ذود الأبطال. جئناك يا بلدي جئناك، وهوانا ازداد لرؤياك. يا بلدي يا بلدي جئناك، يا بلدي جئناك، وهوانا ازداد لرؤياك. يا بلدي يا بلدي نحن سنفديكم بالغالي، ننتظر بلوغ الآمال، شيبا شبانا أطفالا، لن نترك للظلم مجالا، لن نترك للظلم مجالا. صبرا يا أهل مدينتنا، صبرا صبرا، فالصبر دليل الإيمان، صبرا صبرا، صبرا يا أهل مدينتنا، صبرا صبرا، فالصبر دليل الإيمان، صبرا صبرا. سنحقق جوهر غايتنا وبعون الله على الجاني، سنحقق جوهر غايتنا وبعون الله على الجاني. الظالم ضاق بما يجري فالظلم يقابله رد، لن يغنم إلا بالخسر وشديد البغي له صد. سنضاعف كيل الضربات حتى لا يهنأ بسبات. يا بلدي يا بلدي سنضاعف كيل الضربات حتى لا يهنأ بسبات. يا بلدي
يا بلدي. النصر النصر هو الآتي، فأقم لله الصلوات. النصر النصر هو الآتي، فأقم لله الصلوات. النصر النصر هو الآتي. خرج الشرير بعصبته يبؤس مصير الأشرار، وأطل الفجر بروعته، والسهل نما بالأزهار، والأفق زهى من فرحته، وامتلأ بكل الأطيار. خرج الشرير بعصبته يبؤس مصير الأشرار، وأطل الفجر بروعته، والسهل نما بالأزهار، والسهل نما بالأزهار، والسهل نما بالأزهار. أعزائي الأطفال، على أطراف قرية صغيرة كان يجثم بيت قديم مهجور تخلى عنه صاحبه لتشقق جدرانه وتصدع أساساته، ولم يحاول أحفاده من بعده ترميم هذا البيت أو إصلاحه أو مجرد زيارته ومعرفة مكوناته حيث كان يسكن جدهم. وكان أكبر أحفاده متسلطا وقاسيا على أخيه الصغير. كان يجب أن يبدأ بجمع الحطب قبل طلوع الشمس. متى سأبيع الحطب؟ بعد منتصف الليل. هيا تحرك قبل أن أحطم أضلاعك. لا يوجد عندي مكان للكسالى أمثالك. كيف سأصبح ثريا وأنت تمضي نصف النهار نائما؟ لم أفطر، ثم إنني تعب. تعب؟ يجب أن تذهب وتحضر الحطب أولا، بعد ذلك تناول طعامك. إنه أخوه الصغير والوحيد، اللهم اهده، متى سيرق قلبه علي؟ أمي ادعي لي بالتوفيق. في رعاية الله يا بني. أختي أنا ذاهب، السلام عليكم. وعليكم السلام، هذا الطعام لك. شكرا لك. هاتي. إنك لم تعمل بعد بما يساوي قيمة الطعام، ثم إنني لا أطعم الكسالى والمتقاعسين مثلك، هل فهمت؟ هيا اذهب اذهب. حاضر. بني الصغير، أسأل الله أن يحفظك وأن ييسر مهمتك. يا الله، يا سميع الدعاء. امتثل الصغير إلى طلب أخيه الذي لم يراع إرهاقه وجوعه تحفزه على العمل دعوات أمه التي لا حول لها ولا قوة إلا من دعاء أن يحفظه الله وييسر مهمته. إنني أشعر بجوع لا يطاق، فماذا أفعل؟ ما هذا؟ إنه بندق، سآكل منه قليلا. سآكل حاجتي وأجمع الباقي لأمي وأختي، فهما تحبانه كثيرا. بسم الله. هذا كاف. يا الله، غربت الشمس. لا تعد إلى البيت قبل إحضار الكثير من الحطب. الحطب قليل، سأضاعف الكمية. لقد تعبت كثيرا، اللهم قوني على حمل هذا الحطب. العتمة شديدة، لا أرى شيئا. أين الطريق؟ يبدو أنني ضللت الطريق. من هنا؟ لا لا، ربما من هنا. ماذا أشاهد هناك؟ ما هذا الذي لا أراه بوضوح؟ كأنه بيت. مهما يكن سأذهب إليه. كأني أعرف هذا البيت. حمدا لله، لقد عرفته، هذا بيت جدي. م? م?
له من بيت كبير كل ما فيه قديم. ما هذا؟ فأر. أنا متعب ولا أستطيع مقاومة النعاس، سأنام حتى الصباح. لكن الأخ الصغير لم يستطع النوم من الوحدة والخوف. إنها تمطر. أين سأهرب من الفأر؟ سأسقط إلى الأسفل إن تحركت. سبحان الله، ما هذا؟ حقيقي. توقف المطر والرعد، سأنزل. يا الله، هوب. هراوة رائعة، سأخذها مع الذهب. ذهبت أجمع الحطب وعدت أحمل الذهب، الحمد لله. ماذا؟ ماذا تقول؟ في بيت جدنا لابد أن له بقية. إنه لي، إنه كنزي وحدي، إنني أملك الذهب. ذهب، ثروة، ذهب، ذهب. أصبحت ثريا. كل العائلة لها الحق في الانتفاع به. إنه لي فقط. ماذا؟ لك فقط؟ لي وإلا. خذ الكنز كله يا أخي إن شئت، ولكن لا تؤذني. لابد أن له بقية. وذهب الأخ الأكبر الطماع ليبحث عن بقية الكنز الموهومة في أرجاء البيت المتصدع. لابد أن أجد بقية الكنز، ولو أمضيت كل حياتي بالبحث عنه. الذهب الذي لدي لا يكفيني، ولابد أن أجد بقية الكنز حتى لو حطمت كل هذا البيت. دعائم البيت تتساقط. وتهدم البيت بكامله جراء جشعه وطمعه، فهو لم يكتفي بما رزقه الله على يد أخيه الصغير، بل توهم أن لهذا الكنز بقية ولا بد أن يعثر عليها حتى لو نقب أرجاء البيت كلها. فسقط البيت على رأسه ركاما حطاما علّه يتعظ ويتوقف عن الطمع والجشع. أخي، أخي، هل أنت بخير؟ أخبرني. أخي، إني أتوب إلى الله توبة صادقة. أسامحني يا أخي، فعلا الطمع ضر وما نفع. الحمد لله على سلامتك، والحمد لله أنك عدت إلى صوابك. وعاد الأخوان إلى البيت بأثمن من الكنز والمال، عادا ليملأ البيت مع أمهما وأختهما بالحب والوفاق والقناعة. تضل النفوس لكثر الطمع ورغبة كسب كثير كثير، ورغبة كسب كثير كثير. ولو طمع كل شيء جمع يجوع وخير لديه وفير، يجوع وخير لديه وفير. تصيح الدنانير طول احتباس، وتبكي القروش زحام القروش، ويخرج للفلس دون احتراس، ولو كان دون مناه الجيوش، ويخرج للفلس دون احتراس، ولو كان دون مناه الجيوش. تضل النفوس لكثر الطمع ورغبة كسب كثير كثير، ولو طمع كل شيء جمع يجوع وخير لديه وفير. فلا يهنأن بأكل وشرب، ويغضب إن لم يفز بغنيمة، يظل يطارد شرقا وغرب، وليس يعود بغير الهزيمة. ظل
كثر الطمع ورغبة كسب كثير كثير، ولو طمع كل شيء جمع يجوع وخير لديه وفير، يكوم كل الكنوز أمامه ويبكي كنوزا لدى الآخرين، ويغضب إن شغلته ابتسامة تفوت عنه اكتسابا لحين، ويغضب إن شغلته ابتسامة تفوت عنه اكتسابا لحين. تقل النفوس لكثر الطمع ورغبة كسب كثير كثير، ولو طمع كل شيء جمع يجوع وخير لديه وفير، إذا طمع تاب ثم أناب إلى الله يرجو الرضا والقناع، تباعد عنه بلاء العذاب فرحمة ربي لفي كل ساعة. تقل النفوس لكثر الطمع ورغبة كسب كثير كثير، ولو طمع كل شيء جمع يجوع وخير لديه وفير، يجوع وخير لديه وفير. قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع، قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع، تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع، تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق حكايا الأطفال وصلتنا عبر الأجيال، صندوق حكايا أقوام تنفع في صقل الأفهام. قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع، تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، إن ذكر الله نعم تصلي، لا تنسى الذكر مع العمل، والله يكافئ بالنصر من يهب النية لله. قصص من شتى الأنواع تصلح لسمو الأطباع، تستمتع حين تشاهدها وتروق لكل الأسماع. صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق حكايا الإنسان في كل مكان وزمان، الشر حليف الشيطان والخير بهدي الرحمن. صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق الحكايات، صندوق الحكايات. أعزائي الأطفال انتباه رجاء، ترقبوا 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 سلسلة صندوق الحكايات. الجزء الثاني حكايات من الأرياف، و الجزء الثالث حكايات الصيادين. جا 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 عفوا لا تنسوا، الآن في الأسواق الفيلم الكرتوني الأرنب الصغير. جا 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 أنا أحب الأرانب، يم يم أذني ضربني على أذني.